طبعا نحن ببداية هذا الموسم الصيفي عم نشتغل بعدة مشاريع زراعية هدفها طبعا دعم المجتمع بشكل عام، ونحن فكرنا هو بيشجع على المجتمع الطبيعي اللي هدفه هو انه المجتمع بكوميناته بإداراته بمؤسساته ينتج، ونفس الوقت هو يكون مستثمر لهذا الشيء ويشجع هذا الشيء بدون ضرر لا بالبيئة الطبيعية ولا بالبيئة المجتمعية. طبعا ببداية الموسم حطينا خطة زراعية شاملة تشمل مشروع المشتل الزراعي ضمن مشروع بير حربل. طبعا في مشتل فيه أشجار زيتون، فيه غراس لأشجار أخرى مثل مثلا السارو الصنوبر، في أشتال زهور حتى جهزنا عم نجهزهم، وفي فستق وفي تين، في دوالي عنب. طبعا هذا الشيء في أعداد هائلة من الأشجار اللي موجودة ضمن المشتل الزراعي في بير حربل. طبعا بالإضافة في عدة مشاريع مروي عم نجهزها وعم نشتغل عليها حاليا بهذا الموسم، مثل مثلا مشاريع بصل مروي، وفي بصل قسمين يعني في فرنسي وفي عدة أنواع. طبعا بالإضافة في عنا شتل بندورة، هذا خضار يعني على مستوى خضار، شتل فليفلة، شتل باذنجان. في عدة مشاريع موجودة تعاون مشترك من كل المؤسسات، احيانا بلزمنا صيانة محركات مثلا نتواصل مع هيئة البلديات بيقدموا امور دعم الصيانة، احيانا بلزمنا امور اسمدة ادوية مبيدات، هذا الشيء كله جاهز وعم بيتنسق مع بعضه ضمن عمل جماعي مشترك.